السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة الجزائر فوت، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنساوش دعمنا بالاشتراك لايك والضغط على زر التنبيهات باش يجيكم الجديد نتاعنا. اليوم جيت نتكلم عن مغالطة من المغالطات اللي ينشرها نسميهم أتباع المدرب السابق، لأنهم للأهمان راهم داروا لنا يعني طائفة، داروا لنا فرقة، داروا لنا جمعية، داروا لنا جهة، سموها كما تحبوا. المشكل أنهم يحاولوا أنهم يضربوا استقرار المنتخب الوطني الحالي، ويضربوا يعني يحاولوا أنهم يوقفوا المنتخب الوطني ويحاربوا المنتخب الوطني وينتقصوا المنتخب الوطني، أي حاجة يديروها. لذلك إحنا كل مرة نتكلموا عليهم، لأنه تجيني في الكثير من التعليقات مازالكم تتكلموا على بالماضي بالماضي. راح أنا مش أتكلم على بالماضي، بالماضي ربي يسهل عليه وربي يعاونه وإن شاء الله يلقى فريق يخدم على روحه بإذن الله. لكن أنه نتكلم عن هذه الجماعة اللي رم دايرين يعني هذه الجمعيه ولا الفرقه ولا الحزب نتاعو، ما فهمتش يعني معليش تبقى تقدس المدرب تاع قدسه، لكن باش تجوا تضربوا المنتخب الوطني والاتحاديه وتنتقصوا من المنتخب الوطني ومن المدرب الحالي ومن بعض اللاعبين الحاليين هنا؟ لا. لذلك انا الهدف نتاعي اني نثبت لكم بانه هذو ناس ما عندهمش منهجيه واضحه، ناس كذابين، ناس يعطوا معلومات من دون يعني احصائيات، من دون ارقام، من دون واقع، كله وهم في وهم، مثل ما وهموكم ومثل ما كذبوا عليكم في يعني قضيه المباراه تعاد. المفروض اي واحد عنده عقل من قضيه المباراه تعاد خلاص يعني ساي، عندك عقل يعني العقل تاعك ربي عطاه لك باش تفكر به. واحد يجرجرك مره، يجرجرك اثنين، اما يجرجرك ثلاثه انا الديفو راهو فيك صراحه، الديفو راهو فيك. الآن يجي السيب العمري يقول لك أنه الفضل يعود لزطشي ولبرماضي لأنهم داروا اللحمة بين اللاعب المحلي واللاعب المحترف والاندماج وكذا وكذا وكذا. كذب كذب وخرطي لا أساس له من الصحة. أولا المدرب السابق ما أعطى حتى أهمية للاعب المحلي ولا أهمية، والدليل أنه ما يشوفش أصلا مباريات البطولة. كيفاش مدرب كان يتكبر على مباريات البطولة وما يشاهدهاش، كيفاش يجيب اللاعب المحلي؟ وهذا نفسهم أتباع هذه الجهة نفسهم تنمروا واحتقروا مداني لما استدعاه بيتكوفيتش في أول تربص. ليش استدعاه لاعب محلي؟ استدعاه مداني، استدعاه ولعبه ولعبه أساسي وعطاه الفرصة. هذا الأمر ما كانش يحصل مع المدرب السابق. والكذبة الكبيرة أنه كان يعطي الأهمية للاعب المحلي ودار اللحمة بين اللاعب المحترف واللاعب المحلي، كذب. لأنه المدرب السابق كان يستدعي فقط اللاعب المحترف. عطال كان يلعب في نيس، شكون بن سبعيني كان يلعب في ران، بن عمري كان يلعب في الشباب السعودي، وحتى انه ما راح شافه بعينيه، شافه في اليوتيوب وراوه له دوخه، وراه له دوخه قال له شيخ كاين واحد الجوار يلعب مليح، شافه في اليوتيوب. وحتى لما شافه ما خسرش حتى بيد دافيون، راح شاف عليه شافه في الصاد عيط له بلا ما يروح يتفرج عليه، شافه في اليوتيوب عجبو عيط له. حتى انت يا بن عمري عيط لك صدفه والناس قالوا له عليك، ما يعرفكش، ما كانش يعرفك مدرب بالماضي يا بالعمري، بالماضي كي عيط لك ما كانش يعرفك، ما كانش يعرفك باللي اصلا تلعب كره قدم، شافك في اليوتيوب عيط لك قال له عليك يعني كيما دولور ما كانش يعرفه الجماعه بالسائق الحافله باللي يشد لي بالون، باللي يسربي لي بالون، باللي يطب الطباخ، كانوا قاعدين قال لهم يا جماعه رفدوا يديكم اذا جابوا دولور، رفدوا يديهم جابوا دولور، جابوه ما يعرفوش في كاس افريقيا، جابوه ما يعرفوش. هذه كلمه صريحه يعني. لذلك غير غريب انه لما يجيبك يا بن عمري وما يعرفكش، نورمال يعني عادي، كان تصرف في الفتره السابقه عادي. حتى انه استدعوها في واحد المباراه لعبت في وهران، قالوا له كاين حارس مليح روحوا نتفرجوا عليه، ومن بعد واش داروا؟ لعبوا الحارس الثاني، راح استدعى ذاك الحارس الثاني على اساس هو الحارس اللي راح يتفرج عليه. كانوا يصراو كوارث، كان تخلف، كان شعبويه في تسيير المنتخب. الحمد لله انه كما قلت لكم ظلمه وغيمه وراحت. اذا انا اليوم جيت نعطيكم بالارقام بالادله أن المدرب السابق لم يعطي الفرصة لأي لاعب محلي، جاب فقط بوداوي، وبوداوي كان ديجا رايح للفريق الثاني تاع نيس، داكم عارفين داه، كان يلعب في بارادوكم عارفين علاش داه، لعبوا في مباراة الثالثة في كأس أفريقيا اللي كنا فيها متأهلين، دار مباراة جيدة جدا، ومن بعد حط عليه دار ما زادش أصلا لعبوا حتى لما راح نيس وما كانش يلعبوا. أعطوني لاعب محلي طلعوا بالماضي، أعطونا، لاعب جابوا من الشامبيون داه لأوروبا، أعطونا، كاش، لا يوجد. ولا لاعب جامعة، شفنا حتى انه لما استدعى مدافع اتحاد العاصمة في سموه راح لي اسمه بالعيد ما كانش يلعبوا، جابوا ما لعبوش رغم انه كان بوقرة كان يقوم بدور كبير جدا،
كان يستدعي اللاعبين افضل اللاعبين المحليين ويديهم منتخب محلي، رغم ذلك برماطي ما كانش يستدعي ولا لاعب منهم. هاكم تشوفوا اعزائي المشاهدين، ومن بعد واش صرا؟ صرا انه اللاعبين اللي جاوا او حتى انه اللاعبين اللي استدعاهم ما كانش يلعبوا، كما مريزي استدعاه ما لعبوش كاع، ولا كان يستدعي لاعبين باش يديروا لهم التيكي ويروحوا، كما نادر بوعلي، كما بنزيما، كما محيوس، راكم تعرفوا القصه والبير بالقطع. ما كانش يستدعي لاعبين لانه مقتنع بهم باش يعتمد عليهم في المنتخب الوطني. مثلا بيتكوفيتش في اول مباراه جاب مدني واعتمد عليه، نورمال، عجبنا ما عجبناش حاجه، لكن هو على الاقل جاب لاعب من البوطرو. تقول لي ناغيس، حتى ناغيس داخل في الطاقم الفني، حنا نتكلموا على طاقم فني، اي انه في وقت برماطي فقط للاعب المحلي كان مهمش، ولاعب البطوله الوطنيه كان مهمش. نعم البطوله الوطنيه ضعيفه، لكن لما يكون مدرب خدام وعنده النيه تاع الخدمه يا سي بالعمري، يجيب لاعب من البطوله وينجح. اما هذا تهميش اللاعب المحلي، ثم فقط فتنه ديروها للفتنه، وصرات فقط في وقت هذا المدرب. المدربين السابقين كانوا يجيبوا لاعبين من البطوله. تتكلم لي على ساتشيو بالماضي، انا نجيب لك في وقت راهو راهو حاليلوزيتش، وقت راهو راهو حاليلوزيتش، حاليلوزيتش هو اللي استدعى سليماني وهو شباب الوزداد وراح الى اوروبا، وانت من بعد جيت تعدوا لي على انه لاعب محلي مع برماطي، ما تكذبوش. هذا حاليلوزيتش كسر راسه وتعب عليه باش بحثوا لاوروبا. نعم كان يروح في الملعب يتفرج عليه سليماني كان يروح حاليلوزيتش للملعب يتفرج عليه ويعطي له نصائح ويتكلم معاه، لما يتكلم مع القرباج الله يرحمه قال هذه القصه، انه كنت مع حاليلوزيتش كان في الفان اوت، يعني تقول لي برماطي يروح في الفان اوت يتفرج، والله ما يروح، اقسم بالله ما يروح. لكن حاليلوزيتش رغم انه درب في المستوى العالي ودرب باريس سان جيرمان ودرب الرجاء البيضاوي، كان يجي ويريح في البيطون ويتفرج على سليماني، لانه يخدم، عنده النيه تاع الخدمه، لذلك ربي يكافئه. شوف باش تعرف ربي يكافئك ولا الخاتمه هي الصح، كاين اللي يخرج الشعب فرحان به والشعب يحلل فيه باه يبقى، وكاين اللي يخرج متابع، ربي ما يظلمش. اذا اعزائي المشاهدين نرجعوا لموضوعنا، اذا لانه قلت انسان خدام كذلك ونجاح، شكون اللي جابوا اول واحد؟ حاليلوزيتش هو اللي جابوا، ومن بعد جابوا الترجي النجم السحري واستدعاوه، كان يلعب في الحراش. نزيدكم لاعب اخر بالكلام، جابوا مشاريب القبائل كان يعتمد عليه وداها معه كاس العالم ولعب في كاس العالم. نزيدكم اخر السوداني في الاول موسم راح ليه في فيتوريا غيمارش استدعاه، يعني كان مازال محكمش بلاصتو في فيتوريا غيمارش كان يستدعيه من الاولمبيشن في فيتوريا غيمارش، راح في موسم 2011 2012، وحاليلوزيتش في 2012 استدعاه ولعبوا وعطاه الفرصه. نزيدكم لاعب اخر جابوا فيزيكمون كان ناقص بزاف، جابوا ولعبوا وخدم عليه وداه كوب دي موند وماركه هدفين، وراه حاليا هداف المنتخب الوطني في كاس العالم هو وسليماني مع الصاد بهدفين. نسقسيكم جابوا بسيرنا حاليلوزيتش، شكون اللي عيط له؟ ولا واحد كيما جابوا ما كانش يعيطوا له، وما كانوش يعطوا له فرصه في المنتخب الوطني. ممكن غوركوف كان يعيط له في الفتره بعد سيبون، لكن حاليلوزيتش هو اللي اعطاه فرصه، وروحنا لكاس العالم ولعب السوداني ولعب الخلام ولعب سليماني، يعني كلهم هادو. نعم حاليلوزيتش جابهم من البطوله الوطنيه، يعني من قبل المدربين كانوا يعطوا اهميه للاعبي البطوله، بطولتنا ضعيفه لكن خرجوا لاعبين وراحوا. حتى بن سبعيني استدعاه غوركوف، وبعدها راح الى نادي بلجيكي على ما اعتقد قبل ما يروح الى مونبولي وبعدها الى ران. نفس الشيء عطال نفس الشيء، جا لعب مع في المنتخب الوطني قبل ما يروح الى نيس، يعني كاين شويه كانت خدمه، لكن الان صايب مع المدرب السابق. ما تكذبوش على الناس، ما كانش يجيب لاعبين البطوله اصلا، ما كانش يعترف بالبطوله ابدا، ما كانش يعترف بالبطوله ابدا. والان يخرج لك معطاوي يقول ولا لاعب فينا البطوله يستحق ان يلعب في المنتخب الوطني. نعم البطوله ضعيفه، المستوى تاع البطوله ضعيفه، لكن عندنا لاعبين نقدروا نخدموا عليهم، نجيبوا يروح الى اوروبا يتطور، كيما درنا مع بن سبعين ودرنا مع عطار ودرنا مع سليماني ودرنا مع بونجاه وعده لاعبين. لذلك هذه الكذبه الكبيره تاع انه ساتشي مع برماضي هما اللي داروا اللحمه بين اللاعب المحلي واللاعب المحترف، كذبه لا اساس لها من الصحه. واللاعبين اللي راكم تقولوا عليهم انتم انه برماضي درب بهم اللحمه مع المنتخب، هذوك نصهم خدم عليهم حاليلوزيتش وغوركوف وطاو لهم ستاتيو تاع لاعب محترف ولاعب دولي عفوا، وراح الى اوروبا وتطور، لكن لاعب يستحق ويستهل، والا فانه شوف المدرب السابق اللاعبين اللي جابهم ونجحوا كاش، لانه جابهم ماشي بنيه انه بيخدم، بنيه انه صح بيخدم ولكن بطريقه اخرى، بيديروا لهم ستاتيو ويبعثوهم لاوروبا، لكن ماشي باش المنتخب يستفاد منهم.
لكن اللي بعث سليماني لاوروبا واللي بعث السوداني لاوروبا واللي بعث فلان وعلان وبالكلام هذا بحثوا لاعبين بخدمه للمنتخب الوطني، كاين فرق. وكما قلنا ربي ما يظلمش والعبره بالخواتيم، لكن للاسف نحن معظمنا لا يعتبر. اعزائي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.